طيب لو تسمح لي سيادة المستشار، يعني لو تبقى بعد عبر الهاتف، احنا معنا سيادة النائب محمد أبو حامد، هو عضو مجلس النواب، هو أيضا كان صاحب فكرة مشروع قانون في نفس السياق ولنفس الغرض. مساء الخير يا سيادة النائب، وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك، وأهلا بسيادة المستشار. اهلا بيك يا فندم. يعني سياده النائب، حضرتك كنت يعني ايضا ضيف معايا في حلقه سابقه يعني على اكسترا نيوز، وكنا بنتناقش في هذا الملف، وحضرتك اوضحت لنا انه في مشروع قانون حضرتك بصدد اعداده والتقدم به، هو بالفعل بيضع قوائم او بيستبعد كل من يتورط بنشاط ارهابي من العاملين في الدولاب الحكومي. بالفعل الجهاز التنظيم والاداره بدا بخطوه في هذا الاتجاه، هل ده معناه ان حضراتكم هتتراجعوا عن مشروع القانون؟ طيب خليني اقول لحضرتك انه الموضوع ده عنوانه الفصل بغير الطريق التاديب. احنا عندنا قانون قديم، هو القانون رقم 10 لسنه 72، كان الرئيس السادات اصدره بعد دستور 71، كان لغى قانون يعني شبيه ليه، هو القانون رقم 13 لسنه 63، وصاغ القانون 10 لسنه 72 صياغه متفق مع دستور 71، وهي الفكرة إنها بتدي الدولة أداة تشريعية وقانونية تستطيع إنها تستخدمها لفصل العاملين في الدولة إذا ارتكبوا أمور معينة خارج إطار إجراءات الفصل التأديبي التقليدية اللي موجودة في قانون الخدمة المدنية. القانون 10 لسنة 72 كان محدد حالات من ضمنها في البند 2 إذا وجد ما يمس الأمن القومي، يعني أدلة جادة انه الشخص اللي هيطبق عليه القانون ده ارتكب ما يمس الامن القومي. طيب. وفعليا القانون ده يعني موجود وقائم، والسيد رئيس الجمهوريه استخدمه في مايو 2017 ضد معاون نيابه كان تورط في امر كده، وتم فصله بغير الطريق التاديبي. اللي انا كنت بشتغل عليه وما زلت بشتغل عليه هو تطوير القانون ده بداية عشان يتفق مع دستور 2014، وثانيا بتفصيل أكتر في الحالات اللي يستخدم فيها بشكل القانون مركز. ده طبقا للمستجدات الموجودة دلوقتي، وفعليا يعني هيحصل تواصل ما بيننا وما بين صحيح سيادة المستشار بمجرد الانتهاء من مسودته الأولى إن شاء الله. والحقيقه انا كان سؤالي سياده النائب انه بالفعل انا يعني حضرتك كنت اتكلمت عن هذا الموضوع، وكان من بين الاسباب لسعيك ل يعني وضع هكذا قانون هو انه القانون الحالي لا يفعل بالشكل المطلوب. الان احنا بنتكلم عن مسعى لتفعيل القانون بمبادره من جهاز التنظيم والاداره، وبالتالي حضرتك شايف انه مازال هناك حاجه لاعداد مشروع قانون منفصل. يعني هو في الحقيقة هو ما زال هناك حاجة لتطوير القانون، بسبب لو حضرتك تتبعتي القرارات اللي اتخذت في هذا الصدد من أيام الرئيس السادات هتلاقي إن بعض من طبق ضدهم القرارات دي كانوا لجأوا للقضاء، وفي بعض الحالات كان ألغي القرار نتيجة وجود إشكاليات في الإجراءات. فهو التطوير اللي أنا يعني شايف إنه ما زال فيه ضرورة ليه هو رقم واحد إحكام الإجراءات أكتر عشان ما يبقاش فيه ثغرات لا دستورية ولا إجرائية فيها، وثانيا توسيع او الوصف او انجاز التعبير تحديد اكتر للحالات اللي يتم فيها تطبيق القانون ده طبقا للمستجدات اللي بقت موجوده دلوقتي في زماننا اللي بتفرق عن سنه 72. انا هاخد رد على النقطتين دول لو سمح لي سياده النائب من سياده المستشار، يعني معنا الان عبر الهاتف، لسه معانا يا فندم؟ ايوه سياده طبعا المستشار. اولا تحياتي لسياده النائب محمد ابو حامد، وبداية بس عايز اقول لحضرتك وللساده المشاهدين ان في تنسيق وتعاون كبير ما بيني وما بين سيادته في هذا الخصوص، وكل ما ذكره سيادته في هذا الخصوص انا اتفق معاه تماما، ان المشروع ان القانون اللي صدر في ظل الدستور 71 محتاج مراجعه في ظل التغيرات الحاصله سواء من حيث الدستور سواء من حيث قانون الخدمه المدنيه، من عشان يتوافق حتى على الاقل، نتلافى حتى على الاقل ما اثرت عنه التجربه واوضحت به الاحكام اللي صادره في هذا الشان. فاتفق مع سيادته، وانا ان شاء الله باذن الله في تنسيق ما بينه وبين سيادته بحيث ان احنا بعد العيد يعني يكون في تعاون لعقد المراجعه تاني. حضرتك اذا بتتفق سياده المستشار انه في حاجه لصياغه قانون منفصل يكون محدد اكتر في طبيعه الاشخاص اللي هتوقع عليهم تهمه الارهاب وهيطالهم القانون ده زي ما قال سياده النائب، لا وايضا يا فندم، لا لا احكام الاجراءات؟ لا لا
لا لا لا لا، الأمر مختلف تماما. فيما يتعلق بالقوائم الإرهاب ده أمر بينظمه قانون مختلف، أما بالنسبة للقانون اللي بيتكلم عليه سيادة النائب ده اسمه الفصل بغير الطريق التأديبي، ده قانون موجود مستقل ملوش علاقة بالأحكام القضائية اللي أنا بنفذها، ده ملوش علاقة. بس هو هيبقى فيه مخاطبة من هذا القانون للقضاء، يعني احنا سيادة النائب هو ما قالش الكلام ده دلوقتي، سواء كان قايله لي سابقا، لانه القانون اللي بيعوضه سيادة النائب هيكون فيه مخاطبة للقضاء في شأن بعض الاشخاص اللي ممكن يبقى فيه اتهامات بانهم متورطين في الارهاب، وبالتالي ده هيكون ربما مسعى قضائي مختلف. وارد، احنا لسه فند في طي الدراسة مع سيادة النائب، ولما تكتمل الملامح هيتم اعلانه ان شاء الله في الفترة الجاية. طيب هرجع بعد اذن حضرتك. بس بداية انا بتفق مع سيادته ان القانون الحالي محتاج طبعا مراجعة، وزي ما حضرتك عارفة ان في تحول كبير في نظم الخدمة المدنية الموجودة في مصر. صدر قانون الخدمة المدنية، والآن بنراجع كل القرارات التنفيذية وكل القوانين ذات الصلة. فطبعا أنا بتفق مع سيادته إن محتاج مراجعة طبعا، وفي السبق اللي احنا قبل كده اتفقنا واتكلمنا في هذا الأمر، وإن شاء الله بإذن الله يكون في لقاء قريب ما بينه وبين سيادته للوقوف على المسودة الأولى اللي ممكن يكون نطلع بيها كخطوة أولى يعني. جيد جدا. سيادة النائب محمد أبو حامد، حابب تضيف حاجة أخيرا وتعليقا على ما قاله سيادة المستشار؟ يعني أنا حابب بداية بس يعني أوجه شكر لسيادته، لأنه فعلا بمجرد ما حصل اللقاء سواء ما بيني وما بين حضرتك أو بعض الجرائد اتكلمت عنه، هو سيادة المستشار تفضلا منه غادر بالاتصال وقال لي انه احنا يعني فيما معناه كالدولة ماشية في نفس الاتجاه، وانه هو يعني بيدعوني ان احنا نتعاون في هذا الامر عشان يطلع شيء محكم يعني. وهو فعلا بس حابب اقول ان اظن ان سيادة المستشار بيتكلم عنه فيما يخص قرار سيادته الاخير ليه علاقة اكتر بالقانون رقم 8 لسنة 2015 اللي هو كان اتكلم عن الاثار المترتبه على ادراج الاشخاص في قوائم الارهاب، وكان من ضمنها انهم بيفقدوا شرط حسن السمعه اظن اللي يؤهلهم للوظائف العامه. انا متهيألي سياده المستشار ان القرار الاخير لسيادته مرتبط اكتر بالقانون ده مش بالتعديل المزمع، وان شاء الله نتعاون مع سيادته تكرما منه يعني، ونوصل ان شاء الله لشيء يحقق المصلحه الوطنيه وفي نفس الوقت يضمن الحقوق القانونية اللي الدستور كفلها للمواطن. مشكورة جزيلا سيادة النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب وأيضا صاحب فكرة قانون للفصل بغير الطريق التأديبي كما أشار. بشكرك سيادة المستشار.